السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. أحب أرحب بحضراتكم وأشكركم على دعمكم للقناة، وأرجو لايك للفيديو واشتراك في القناة ونفعل زر الجرس على الكل ليصلكم كل جديد من القناة. هنتكلم النهاردة عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، وهنتكلم عن حاجات تانية كتيرة طبعا طلعت شائعات بس احنا هنوضحها هنا في الفيديو. صرح الطبيب المعالج والمشرف على حالة الفنانة دلال عبد العزيز الصحية، أكد عند دخول الفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتها بفيروس كورونا كان في شهر مايو الماضي، وكانت حالتها تدهورت بشكل كبير، وقال ان هي بعد اصابتها بضيق تنفس حاد، وكمان كانت دخلت العناية المركزة موضوع على عدة أجهزة لضيق التنفس وكمان تليف الرئة بعد سلبية المسحة الكورونا اللي اتصابت بيها الفنانة دلال عبد العزيز. وأكد كمان إن هي اتعافت من إصابتها بفيروس كورونا، ولكن في مشاكل الرئة بتحتاج لوقت طويل جدا حتى تتعافى تماما. وأكد الطبيب المعالج إن هي لا تعلم بوفاة زوجها حتى الآن، لكن هناك تساؤلات منها عن زوجها، وبتكون الإجابة إن هم بيطمنوها إن حالته كويسة ومستقرة. وكمان في تشديد جامد جدا من أهلها بعدم معرفتها بوفاة الفنان سمير غانم، خوفا على حدوث مضاعفات لحالتها الصحية. وكمان ايمي ودنيا متواجدين معها بشكل مستمر، ورامي رضوان وكمان حسن الرداد، وبيطلبوا احسن رعاية صحية للفنانة دلال عبد العزيز، وحريصين على ابتعاد اي شيء عنها يؤثر على حالتها الصحية. وخرج الإعلامي رامي رضوان وصرح فيه للجمهور بأن حالة الفنانة دلال عبد العزيز الصحية لا يمكن أن توصف بأنها مستقرة، وأكد عدم معرفة الفنانة دلال عبد العزيز بخبر وفاة الفنان سمير غانم، لأن هناك إشاعة تداولت إن الفنانة دلال عبد العزيز تم معرفتها أو تم علمها بخبر وفاة الفنان سمير غانم ودخلت في غيبوبة، وطبعا ده مش صحيح، ونفى الكلام ده كله وقال ان ده ما حصلش وان هي لسه متواجدة في العناية المركزة ولم يتم علمها بأي شيء عن الفنان سمير غانم بناء على طلب الأطباء بعدم معرفتها خبر وفاة الفنان سمير غانم، لأنه خطر على حياتها الصحية والنفسية في نفس الوقت. وخرجت الدنيا وإيمي وطلبوا من جمهور الفنانة دلال عبد العزيز إن هم يدعوا لها بالشفاء العاجل، وخرجت إيمي عبر حسابها على الإنستجرام وكمان دنيا وطلبوا إن ماما حالتها غير مستقرة، ادعوا لها، ادعوا لماما، وطلبوا من الجمهور إن هم يكثفوا دعواتهم للفنانة دلال عبد العزيز حتى يتم شفاها على خير. واشتراك في القناة ونفعل زر الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد من قناتي قناة توتي نيوز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.